حريق يلتهم ردهة الباطنية النسائية والأطفال الخدج في مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء يسفر عن سقوط ضحايا وحالات اختناق بين المواطنين. 3 نساء من المرضى الراقدات عثرت على جثثهم متفحمة بين الأنقاض. هم صار دخان طبنا جو سواقنا واقفين صار دخان طبنا جو ركضنا ما خلونا نطب افترنا من أقصى عدى فوق كسرنا الباب طبنا لقينا دخان ماكوش بس دخان وما يقدر يطب اللي طاب طاب واللي يعني ظلمه دخان قوي صار محمد وخلاص ايه. قوي بس انا اقول لك هذا اللايلون مو سامح المستشفى يصير هاي السقوط الثانويه والهاي يعني مو ما يخلون المستشفى لان هو بس بسرعه يقبل ياخذ احنا واقفين الباب النار قبت ما نعرف شنو السالفه فاحنا ركبنا كل احنا ويا الناس طبينا لقينا جوا بالاطفال هم الناس قاعد يطلعون بهم مرضى قدرنا طلعنا وطبت دور الاطفال والاسعافات. العناصر الأمنية الموجودة في مكان الحادث منعت وسائل الإعلام بالقوة من تغطية الحدث فيما حمل ذوي المرضى المعنيين والقائمين على المستشفى مسؤولية الحادث بسبب افتقار مبنى المستشفى إلى أبسط تدابير السلامة والوقاية من هكذا حوادث فيما لم يتم الكشف لغاية الآن عن أسباب اندلاع الحريق. يعني هسه هاي العالم اللي راحت شنو ذنبها؟ شنو ذنبها؟ من اللي يهمه؟ من اللي يهمه؟ هو قايم مقام نايم 24 ساعة مدير مستشفى نايم ما يدري بالوضع ايش بيه ما بيه خوش؟ يعني هسه جو سدوا شو اسمه والله قالوا هاي هي ابو التكتيكية من ناس ادها ومن ناس ادها وسدوا المستشفى يلا اتحداكم هسه انتم اذا طبيتوا اتحداكم انتم ليش؟ لان يدرون بها فساد يدرون بها فساد وهاي مستشفى الهندية وناس ناس ميتة هسه جوه هم ليش ساديها هسه طب جوه وشوف الجثث اهمال 100% مو هيك شيء اهمال 100% يعني شنو سبب الحريق هذا اهمال اكو غيره والله لا تقول لي راح يسوونها شويه بعد التماس كهربائي وشو اسمه كلها هيك وين الصيانه ذاك لا كلها هيك. تكرار حوادث الحرائق في المؤسسات الصحية والتي دائما ما تسفر عن وقوع ضحايا أبرياء يعكس الاستمرار المتعمد لحالة الإهمال والتقصير من قبل القائمين على القطاع الصحي في البلاد وتهاونها بأخذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين. من كربلاء طارق الخفاجي قناة الرشيد الفضائي.